هذه المنطقة كانت صرح للنواب وللتثقيف لهم، لكن للأسف الشديد ما وصل أحد من النواب اللي ثقفنا لهم. ماذا جنت هذه المنطقة؟ ما جنت، والآن تعاني وتعاني وتعاني وتبقى إلا أني قبل أيام، قبل 3 أو 4 أيام عملت مناشدة أو لقاء خاص مع الأخ النائب، وإن كان هو مو من منطقتنا، ولكن الرجل قال أنا حاضر وبخدمتكم. أحد الأخوة قال له يا أستاذ إحنا مو هاي مو منطقتنا، قال له إحنا خدام للشعب ونوصل أينما كان الشعب يريد النائب يصل النائب. يعني يوم مسؤولية ممثلين الشعب كل مكان. وجزاه الله خير، طبعا هو الأستاذ كاظم عطية الشمري. نعم. هو عن المدائن. عن المدائن جزاه الله خير. نعم. والرجل قال أي وقت اتصل وانا حاضر واجيكم. هسه هاي 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 المناطق خصوصا المسؤولية عليها مضاعفة، على اعتبار انه هاي عبق بغداد فيها. هي بغداد القديمة. نعم. بغداد القديمة هي هذه المناطق. احنا ديموغرافية المكان تغيرت، احنا نشوف هذا ورشة سنة 1915 حصلت الموافقة على اكساء هذه المنطقة بالمقرنص. لاحظ المناطق المجاورة من باب الشيخ وليغاد حتى ورا الأمانة، الأمانة ورا الأمانة طبعا مكب نفايات وكله مكسو إلا هذه المنطقة ما تفتح. ليش؟ كلمت معه رفعنا كتاب إلى ذكرى علوش، وبالنسبة لهاي المعوق الثاني اللي هو يوم الجمعة اللي ما حد ما يقدر يتحرك من هنا ولا نعبر شارع، واحنا عندنا خطب هنا وجوامع وناس مصلين شلون يوصلون؟ مو هاي المشكله، واحنا طرحنا هذا ورفعنا الها وحولتها على عمليه بغداد، وعملت عمليه بغداد لا ابو علي ولا مسعاته. احنا اليوم شخص يوم الجمعه اللي يروح الشيخ عبد القادر شلون يعاني؟ يعاني اما يدخل على الفروع او يدخل على الشارع الاخير. احنا اقترحنا انه هذه المساله تكون اكو عندنا ساحات ما شاء الله وايد. لا كثيرة. اليوم احنا مثلا من نريد حي صناعي نسوي باي مكان، بس نعم. من نريد فضوة عرب ما نلقاها باي ما مكان ما تلقاها. ولذلك انا من قلت احنا قدمنا بدائل اماكن في الطلب مالنا. بالدرجه الاولى مسؤوليه منو اخلاء هاي المنطقه من 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 من, من, من هاي الضوضاء؟ اكيد هو عمليات بغداد هذا. نعم. واحد. نعم. واثنين عندك امانه بغداد. نعم. وعلى راسها الدوله.